ربنا بيقول لك وأنا معه إن ذكرني وتحركت بي شفتاه. مجرد همهمة الشفايف بس كده باسم الله يحصل ايه؟ على طول الله معك. طب ولا ربنا معاه يبقى مين عليه؟ ما تقول كده إذا المولى تولاني بود فمن بالعالمين يكون علي، يعني خط نفسه ورجعها. ذكرني في نفسه، يعني ذكرني بينه وبين نفسه، قال لها يا نفس عيب، يا نفس ربنا معانا، يا نفس اتقي الله شوية، يا نفس تلم عيب، يا نفس احنا في معية الله، يا نفس اطمئني احنا مع الله. هنقعد نفكر في الدنيا احنا هنا خايفين على بكرة احنا قاعدين هنا؟ من ذكرني في نفسه بعيبه ذكرته بنفسي بكمال الله. ومن ذكرني في نفسه بالذل إلي ذكرته بعزة الاتصال، ومن ذكرني في نفسه بالافتقار أعززته بغنى الاكتمال، ومن ذكرني بالحال ذكرته بالمقام، ومن ذكرني بالعجز ذكرته بالقدرة، ومن ذكرني بالضعف ذكرته بالقوة، ومن ذكرني بمرض ذكرته بشفاية. احنا جايين يذكرنا ربنا. يا نفس احنا ملناش فضل على ربنا، يا نفس اطمئني الكل رب، يا نفس اطمئني الكل ليه واجد، الوجود ليه واجد، يا نفس اطمئني بكرة ربنا يقدر عليها. ومن ذكرني في ملأ، ملأ في ايه؟ في ملأ، في ملأ من الناس اهو، في ملأ من الخلق، ذكرته في ملأ ها خيرا منه، ذكرته في ملأ احسن منه. طب الملأ اللي هنا في مين؟ امال الملأ الرباني في مين؟ ملأ الأهل. ها يكون في مين؟ عروس ذلك الملأ حضرة النبي. والذكر يا عباد الله ألوان، منه ما هو تذكر لا إله إلا الله، ومنها ما هو تذكر كالدرس، ومنها ما هو يذكر، فما بين تذكر وتذكر ويذكر ألطاف لا يدريها إلا من يسكن فيها. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ألا هو ربنا بيتقرب؟ طب احنا نتقرب ايوه عشان احنا بعاد. هو يتقرب ازاي؟ يتقرب يعمل ايه؟ قال يتنزل تنازلا يقرب للبعيد مواطن القرب منه. يفتح لك الابواب عشان تيجي. تقرب انجذابك انت اليه، سهل عليك الصعب البعيد، المقامات اللي كنت شايفها صعبه 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 قوي دي، اما يتقرب اليك ذراع يطوي لك. واحد من اولياء الله يقول هذه الطريقه قد طويتها في ليله وغيري يطوي بعضها في اشهر، فيقول ومن تقرب الي ذراع تقربت اليه باع، ومن اتاني يمشي أتيته إيه؟ هرولة. وربنا بيجري لا يسرع إليك بالقرب، يسارع إليك بالعطاء، يسارع إليك بكشف الحجاب، يسارع إليك بالأمداد والألطاف والأنوار حتى يذهلك، فتجدك غريق أنوار أنت لست لها أهلا. فيقولوا الناس منين جابوا الأنوار دي؟ لطائف عز الله يا أخي، ناظر خدها في حضرة يا أخي.